ولذلك الصلاة بالذات تجتمع على عبادات كثيرة. بالعموم العبادات، أنواع العبادات تكون عبادة إما قلبية وإلا أو قولية أو بدنية أو مالية، صح؟ عبادات، في عبادات قلبية يتعبد الإنسان بقلبه لله تبارك وتعالى، مثل الإخلاص، الخوف، الرجاء، الخشوع، الخشية، الحب في الله، البغض في الله، حب الله ورسوله، هذه عبادات قلبية. وفي عبادات قولية تعبد الإنسان بلسانه، مثل قراءة القرآن، الذكر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغفار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الخطب، التذكير، صح؟ هذه عبادات قولية. وفي عبادات بدنية يقوم الإنسان بها ببدنه، مثل الركوع، السجود، السعي، طواف، سعي على المسكين، جهاد في سبيل الله بالبدن، هذه عبادات يقوم الإنسان ببدنه. وفي عبادات مالية يتقرب إلى الله عز وجل بالمال، كالزكوات والصدقات والنفقات، صح؟ والقروض، القرض الحسن، هذه عبادات مالية يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالمال. طيب الصلاة من أي نوع العبادات؟ هل هي قلبية ولا قولية ولا بدنية ولا مالية؟ ها، قولية وبدنية. قولية ما فيها شيء من القلب، اللي هو النية، الإخلاص لله، وفيها الخشوع، صح؟ وفيها الخشية من الله عز وجل، ففيها الرجاء، تصلي ترجو رحمة الله، من صلى البردين دخل الجنة. أنت تصلي لماذا البردين؟ ترجو أن تدخل الجنة. فما في عبادة تخلو إيش من العبادة القلبية، لأن كل عبادة أصلا تفتقر إلى الإخلاص. لكن ظاهر جدا أن الصلاة عبادة قولية، ولا لا؟ إيش فيها من قول؟ من بدايتها تكبير، قراءة الفاتحة، تسبيح في الركوع والسجود، التسميع والتحميد، التشهد، الصلاة الإبراهيمية، السلام، والدعاء فيها، دعاء الاستفتاح، الدعاء في السجود، دعاء قبل السلام، تعوذ بالله من أربع، هذه كلها عبادات ها قولية في الصلاة. طيب بدنية واضح أيضا، ماذا فيها؟ أول ركن من أركان الصلاة القيام، القيام عبادة بدنية، والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والجلوس التشهد والسلام على اليمين وعلى اليسار، هذا أيضا أعمال ماذا؟ بدنية. طيب هل الصلاة فيها عبادة مالية؟ طلال، الصلاة فيها عبادة مالية؟ فيها فلوس مجانا؟ أليس من شروط الصلاة أن تستر عورتك؟ ها، هذا المال مقابل ولا غير مقابل الملابس؟ من شروطها، صح ولا لا؟ وقد تحتاج إلى أن تركب دابة، هذا أيضا بفلوس. وأيضا تترك البيع والشراء أثناء الصلاة، فوت مصلحة مالية، صح ولا لا؟ أيضا هذا قد يكون أنت مستأجر مكان أو وقت أو ساعات معينة دافع فيها فلوس، تغلق وتروح تذهب وتصلي، يعني أنفقت مال ولا لا مقابل إيش؟ من أجل الصلاة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. وقال: على المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالمال أيضا يدخل في الصلاة، إذن معنى هذا أن الصلاة شأنه عظيم، فيها جانب من العبادات القلبية، وفيها جانب العبادات القولية، وفيها جانب العبادات البدنية، وفيها جانب العبادات المالية، شأنه عظيم. حتى لما فرضت في السماء ليلة المعراج، فالصلاة هي عمود الإسلام وهي علامة المسلم. فلذلك يحرص المسلم على أن يحافظ على صلاته الفريضة، وأن لا يفرط أيضا في التطوع، شأنه عظيم، فهو حماية للفريضة وتتم لما يلحق الفريضة من نقص.